الخبر اللي يظهر قدام حضراتكم على الشاشة، أعلن تعيين الكابتن شوقي غريب. أيوه هو ده، شيلوا الاستراب من تحت، أنا عايز الناس تشوف الخبر من اتحاد الكرة نفسه. قال لك إيه يا سيدي؟ اقرأ معايا من فضلك. اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم، شوقي غريب للأولمبي، محمد وهبة للناشئين، الرفاع للتراخيص، والعطار لبعثة الكونغو. لك وافق الاتحاد المصري برئاسة احمد مجاهد في اجتماعه النهاردة على توصية فنجادة المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا منتخب الاولمبي مواليد 2001 ومعه معتمد جمال مدربا عاما، ووائل رياض مدربا، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدا بدنيا. كما وافق الاتحاد على توصية فنجادة بتعيين محمد وهبة مديرا فنيا منتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي اعضاء الجهاز الفني. وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرا للمنتخب الاولمبي، وايمن حافظ مديرا للمنتخب الشباب مواليد 2003، وايمن زين طبيبا للمنتخب الاولمبي. ماشي كده، انت شفت الخبر. تعال بقى خلينا نتكلم كلام، تعال بقى نتكلم كلام المنطق. شوف، الكل يعلم القاسي والداني انه ما في مداخله وما في لقاء وما في كلام هنا على الهوى كلمته في حق الكابتن شوقي غريب إلا وكان بالمدح أو بالإشادة، لأنه ده حقه. ليس منا مني وإنما ده لأنه الراجل في مرحلة من المراحل قام بدوره وفرحنا ونجحنا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وصعدنا إلى الأولمبياد، فدينا له حقه. والكل يعلم، والقاسي والداني وكابتن شوقي غريب نفسه يعلم مدى تقديري وحبي واحترامي والعلاقة اللي بتربطني بيه. بس بره باب الاستوديو ده، لو انا واخد العلاقة دي وداخل بيها هتمنعني اقول كلمة الحق. اللي حصل ده غلط يا جماعة، اللي حصل ده ما يرضيش حد. اختيار الكابتن شوقي غريب مرة اخرى كمديرا فنيا للمنتخب الاولمبي ليس هو القرار الصائب على الاطلاق. مصر فيها 110 مليون بني آدم بيتنفسوا هواها، مصر فيها مئات بل ألوف المدربين. كلمة الحق اللي أنا مش هرضى أو ما ينفعش أن أنا أتوارى عنها، إحنا بنقتل طموح كل المدربين يا جماعة. كابتن شوقي غريب جه في مرحلة ونجح فيها، وليس ذمًا ولا تقليلًا على الإطلاق لا في الكابتن شوقي ولا في المجموعة اللي معاه. امبارح كان عندي كابتن معتمد جمال، يعني وكنت منصف جدا في النقاط الايجابيه وفي النقاط السلبيه. الموضوع يعني عشان بس ما حدش يزايد لا على علاقتي بالراجل ولا على اي حاجه، بس ده مش صح، مش منطقي ومش معقول انه الكابتن شوقي غريب يبقى مدير فني للمنتخب الاولمبي فيجي الكابتن شوقي غريب خلفا للكابتن شوقي غريب. مش منطقي في بلد بحجم مصر فيها هذا الكم من الكوادر. لا مش هينفع. يعني بقى معقول يا جماعة مصر مش مدربين؟ فاش أجهزة فنية تاني ينفع تاخد فرص؟ طب انت النهاردة كابتن شوقي غريب أخد فرصة، والتانية كابتن شوقي غريب مدرب عام كان مع منتخب الشباب، مدير فني لمنتخب الشباب، مع كابتن حسن شحاتة جاء مدربا عاما مع كابتن حسن شحاتة في فترة حقق نجاحات كبيرة جدا، ثم جاء مديرا فنيا للمنتخب الأول، ثم جاء مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي. لا 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 يا جماعه، لا يا جماعه، لا لا يا جماعه، في تداول للفرص. لا يا اخوانا، ما هو برضو نتكلم كلام المنطق. اقسم بالله والله ربنا يعلم انا بشيد بالكابتن شوقي غريب، وده ملوش علاقه بالكابتن شوقي. والله لو اخويا هو اللي موجود في المنصب ده، لا يا جماعه هطلع اقول على، لا يا جماعه هو مفيش غيره، هطلع اقول كده، هو مفيش غير فلان الفلاني ده. نفس القصه، ليس تقليلا ولكن المنطق. البلد دي كلها على طولها وعرضها، على أسماء المدربين اللي فيها، على الكبار بتوعهم، على الخبرات بتوعهم، على الشباب اللي طالعين، مفهومش حد ياخد فرصة؟ ده كلام منطقي؟ يقولك على بناء على ترشيحات فنجادة. يا راجل، لا، ما هو في حاجات أفهمها بالمنطق. خلاص كابتن شوقي غريب أخد فرصته وعمل حاجة كويسة، عامل حاجة كويسة جدا كمان، في أكتر من كده، بس خلاص تعالوا نشوف جيل تاني.
تعالوا نطلع حد تاني، تعالوا نستفيد بحد تاني، نديله فرصة. لكن احنا عمالين بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ فأقولك على حاجة، ما هو عشان نقاط كتير انت لازم تبقى عارفها. يا عم انت بقى النهارده الفريق الاعداد قال لهم يا جماعه انتوا شايفين يعني بقى بص كابتن شوقي وبتاع. يا جماعه انا اذا كان الكابتن شوقي مش هيفهم او مش هياخد، اسف في التعبير، مش هياخد باله انه كلمه الحق لازم تتقال، اللي انا كنت دايما واحيانا كتير اقولها في صفه، فلما هتيجي على عليه هيزعل مني. خلاص انا النهارده بقول لك الكلام ده وفريق الاعداد، طب ما احنا هنخسر الكابتن شوقي غريب، ما هو الكابتن شوقي غريب خلاص جه منتخب مدير فني المنتخب مصر الاولمبي. شوف هقول لك كلام اول مره تسمعه، انا هقول لك كلام والله اول مره تسمعه. طب ما احنا مش هنعرف نجيب الكابتن شوقي غريب بعد كده في مداخله على الهوا. طب ده احنا متفقين مع الكابتن شوقي غريب هيجي لك، كان هيجي لنا ضيف البرنامج. طب ما انت لما نطلع ننتقد الكابتن شوقي غريب ونقول الكلمه اللي انت شايفها من وجهه نظرك ان هي كلمه الحق دي، الراجل مش هيجي لنا. وبعدين هجيبها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه؟ ما هو تاني كلمة الحق إن لم تكن في وقتها، ده رقم واحد، وإن ما كانتش كمان مش في وقتها، إن ما كانش المصدر نفسه فاهم إنه هي دي كلمة الحق أو عارف إن هي دي كلمة الحق في وقتها، هتبقى دي مشكلة. وإذا كانت العلاقة بالمصادر اللي بتربطنا بيها هي فكرة إن إحنا نطلع نحابل الناس علشان خاطر نكسب مداخلة، أنا هعمل إيه؟ هعمل معلش، أنا في الأول وفي الآخر أنا شغال عشان خاطر الناس، فالناس لازم تفهم القصة. ده الوصف، ده دي القصة اللي احنا شغالين فيها يا جماعة، ولازم حضراتكم تبقوا عارفينها. وبالتالي لا، كلمة الحق مش هينفع تقف في زوري، وأتحمل تبعاتها أنا والبرنامج، ما عنديش مشكلة. أنا بتخيل إنه في أي منطق وفي أي فرصة من الفرص بتخيل إنه مش هينفع تقال حاجة تانية غير كده. بلد فيها مدربين واعدين، بلد يتحدث ونتحدث دائما عن دور شبابها فيها، فايه رايك انت دلوقتي لما طول الوقت انا بجيب لك اسم تاني مكرر؟ ايه رايك انت؟ ايه انطباعك انت؟ ايه احساسك؟ احساس انه مفيش جديد بيحصل. لا، مش ده الاحساس اللي بيتصدر للناس، انه مفيش جديد بيحصل. فبقول لك كابتن شوقي غريب ودانا الاولمبياد وكسبنا بطوله الامم الافريقيه، بس هل مفيش حد يقدر يعمل حاجه تانية ابعد من اللي يعملها كابتن شوقي غريب؟ اكيد فيه، بس هي الفكره انا ما بحبش سياسه اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. لا، الكره مش كده، ولو الكره كده كانت وقفت عند مدير فني واحد وما يتغيرش. ابو الشغلانه دي في مصر كان الكابتن حسن شحاته 2006 2008 2010، صح ولا انا بتكلم غلط؟ لو هي واقفه على الحته دي فالكابتن حسن شحاته يفضل مدير فني المنتخب المصري، بس لما جه حصل نوع من انواع عدم التوفيق فالناس قالت خلاص كابتن حسن ما يكونش موجود فيجي حد تاني. فبغض النظر، الكوره لازم يبقى فيها عدل. الاداره اللي ليها علاقه بالمنتخبات واختيار الاسماء لازم يكون فيها مساحه رؤيه اكبر. علشان انا امتى حاول ان انا بطلع مدربين؟ يعني انا مثلا هقول لك على حاجه، لو انا النهارده بقول انه المدير الفني، هقول لك مثلا اي مثل، انا بقول لك اي حاجه، اي مثل بقول لك ان المدير الفني النهارده لمنتخب مصر الاولمبي هو الكابتن محمد شوقي ومعاه الكابتن وائل رياض، هفهمها يعني بعمل ايه؟ بصعد اسماء كانت موجوده فاخدت خبرات، فبطلع كوادر استفادت من الخبرات اللي قبل كده مع الكابتن شوقي غريب، فبنطلع كوادر جديده، فهفهمها، هتبقى نقطه جدليه بس هحس انه فيها وجهه نظر، هفهمها، فاهم؟ هقول ايه؟ طب ما هم الناس شغالين على الحته دي. لكنه والله انا عارف الراجل بيشتغل كتير وعارف ان الراجل مخلص، انا هبقى مبسوط لما اشوف الكابتن شوقي غريب مدير فني مثلا لفرقه موجوده في الدوري الممتاز ويعمل بيها وينافس، وهيفضل كلامي عنه طول الوقت. والكلام هنا ملوش علاقه بالكابتن شوقي غريب، الكلام هنا له علاقه بمن اختار الكابتن شوقي غريب، او بمعنى اصح بكيفيه الاختيار ومعايير الاختيار وطرق الاختيار، علشان احنا مش عارفين هو ازاي الدنيا بتحصل كده، ازاي الدنيا بتحصل كده. فانا كلمه حق قلتها، وانا متعود دايما ابقى راجل ادفع تمن ما اقوله طول الوقت وفي اي وقت، طالما اني عندي قناعاتي
وطالما انه عارف ان انا بتكلم بمنطق عشان خاطر البلد دي، عشان انا بشوف زي ما الناس ما بتشوف، زي ما الشباب الصغير بيشوف، اللي هو عايز دايما يحس بالامل. انا يعني هجبالك من الاخر، يعني هجبالك من الاخر، ولا بيشوف اسماء جديده فبيحس انه في ايه، في فرصه هتجيله لو هو واحد شغال في مكان ما، يعني فحس انه ايه، الله فالدنيا بتتغير لما يلاقي اسماء في كل حته حواليه، في الحته اللي هو بيحبها مثلا، في الكوره، في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاعلام، بس لقيها برضه في المنتخبات، بس لقيها برضه في ما اعرفش ايه، ها يعمل ايه، احساس دايما بالامل، احساس دايما انه ده في فرصه انا عندي في الحته، انا هجتهد، انا هعمل، بس انا ما اجيش بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، بشكل مباشر لاولاد المهنه بقول له يا باشا انت عندك طموح، اه شايف الحته اللي هناك دي، اه شايفها كويس، اه روح اخبط دماغك فيها كده بالظبط. في كام مدير فني النهارده؟ شاب، كان مدير فني كبير، كان مدير فني عنده خبرات، كان مدير فني ما اخدش اصلا فرص خالص في المنتخبات، ما اخدش فرص خالص، يعني نفسه ياخد فرصه بس مش لاقيها، النهارده بيخبط دماغه في الحيط. طيب ف لا، لازم يبقى في دايما احساس انه في جديد هيطلع، حاجه تانية هتحصل، في اكشن تاني بيبقى موجود، في خطط تانية تبقى موجوده. وانا الحقيقه برضو مش عارف ليه الاستعجال في اختيار الاسماء، برضو مش عارف، مش احنا المفروض يا جماعه داخلين على انتخابات في شهر 10، ولا انا فاهم غلط؟ مش في انتخابات؟ طب ليه الاستعجال على الاسماء؟ دي قناعاتي وقلتها كلمه لوجه الله، عارف ان هي هتزعل مني ناس كتير جدا جدا، عارف ان انا اتحمل تبعاتها، مفيش مشكله، بس لازم الناس تبقى دايما فاهمه انه ده الاطار اللي احنا بنشتغل فيه، دي الشغلانه اللي احنا شغالين فيها. انا مش هينفع لا العلاقه الطيبه تظل علاقه طيبه ان فهم الطرف الاخر دايما انها علاقه طيبه، يعني يربطنا دائما الحب والاحترام والموده. تاني، كابتن شوقي غريب اشوفه مستشار فني، مستشار فني لاتحاد الكوره على دماغي من فوق، اشوفه مستشار فني، اشوفه مدير فني مكان فنجاده على دماغي من فوق، اشوف فرصه تانية في مكان تاني استفيد بخبراته، اه لكنه تاني تكرار، احنا يا جماعه احنا بنقرا من نفس الصفحه، بنقرا من نفس الصفحه، هي احنا واقفين عند نفس الصفحه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.